سلام البنات ومرحبا بكم في قناة أم تميم. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. أنا الحمد لله في نعمة. اليوم إن شاء الله فيديو بزاف شابة، نقول لكم بدوها لي بالجام هكا باش نتحفز، وتاني بارتاجيوها مع كامل حباباتكم باش نلحقوا إن شاء الله للكاتسونكا اللي راني مجدد لكم فيها اون سوربريز ما عندي ما نحكي لكم. الحاجة الأولانية اللي بديتها لكم لا روتين ديالي هنا كانت لحقتني اون بوكس، ما شاء الله يعني هاد الأخت هادي صافي لا كاتريام فوا اللي راني نتعامل معاها. كنت كومونديت عليها يعني هذوك المعطرات تاع الخزانه دي بروم، لحقتني شحال من حاجه من عندها. الصفحه ما شاء الله كونفيونس، تخدم خدمه متقونه، واحد لي بوجي تخدمهم هكا العرايس لما حابين يدو معاهم بارفومي، يحبوا يعطروا الخزانه ليكم نتوما، يعني ماشي غير العرايس. اكيد نقول لكم روحوا للانستغرام ديالها اللي تاني راهي مجدت لكم فيه مسابقه، شكون اللي ما راهيش حابه تربح وحده كيما هادي؟ ياس وسوا، وكاين بزاف لي موديل، يعني راهي مجدت لكم بزاف لي موديل. نقول لكم روحوا للانستغرام ديالها تقدروا تربحوا ان فاز بلس اون بوجي هكا تكون بارفومي، وتاني لاسيات تاعهم. شوفوا شحال شابين يا البنات، تحطوهم فوق لاكوافيز، فوق الامبايو، فوق المابل شوسور، ما شاء الله. بالنسبه لهاد لابغوم اللي واش نحكي واش نخلي، شوفوا يا البنات نتمنى انكم تقدروا تكمونديوها، يعني نتمنى باسكو الريحه ديالها كي نقول لكم تقعد نهار كامل في الدار في الفراش في المخايد، ما شاء الله. لا دوزيام بوكس شوفوا لا ميم كيما الاولانيه، فيها هذاك الفاز الابيض، فيها هاد الشمعه اللي انا خيرتها. شوفوا البنات ما تشوفوش تفارتيه، كنت نقيت القرنون، كنت حكيت السبك تاع الكوزينه، تفارتيه ولاو في حاله. هنا تاني كانت بعثت لي هذاك لو سوطاس هذاك، وبعثت لي تاني هادي تاع العنبر، يجي فيها المطرق تاع العنبر باش ما نقعدوش شادينو نرشقوه فيها. بزاف خدمتها ما شاء الله. هاي لك هنا كامل المعلومات تاعها، لا باج انستغرام تاعها، فيسبوك، نيميرو تاع التليفون راهم في صندوق الوصف وفي اول تعليق. ونقول لكم ما تترددوش، روحوا شاركوا في المسابقه اللي دايرتها وان شاء الله تربحوا اون بوكس كيما اللي بعثتها لي. ام بعد هنا حبيباتي عاود توليت للكوزينه اللي شغلها ما كاش كيفاش يخلص، ما كاش كيفاش يحبس، ما كاش كيفاش تقعد نقيه، ما كاش كيفاش تقعد مرتبه، لازم تترون وتدقلص وتدود السكتوبر. ربي قدرنا. هنا كان الزوج قضالي يعني هكا قضيان واش كان خاصني مع دوكا الشتا والبرد، داك تعرفوا لازم العدس واللوبيا والحميصه والفول والبواكاسي، لازم لنا البقوليات. هنا كان شرالي هاد العدس الصغير اللي انا نموت عليه، كان قعد لي شويه عدس هذا الكبير نحيته ودرت في لابوات كامل العدس الصغير، غلقتها. تاني رحت فرغت كيلو تاع الروز، انا توجور نشري روز بسماتي، هاد الخطره جاب لي تاع الميزان، وشريت هاد الفول المدشش. البنات تعيشوا قولوا لي كيفاش نطيبوا، اسكو نشمخوا ليله كامله ومن بعد نطيبوا، ولا نطيبوا ديراكتومون باسكو ما نعرفلوش، ما نكذبش جامي طيبت به. قولوا لي يعني كيفاش ديروا هكا باش ندي من عندكم فكره، وان شاء الله نشارك معكم يعني وصفات به. الحميصة تاني كنت شمختها، القرنون كان قدالي شوية خضرة كيف كيف، القرنون نقيته وخبيته. بالنسبة للشوفلور كان شرالي هدوما ثلاثة صغيرين، الخيار اللي كيف كيف يموتوا عليه وليداتي، هنا درتو في السليله من بعد لقيتو كامل مغبر، قلت لازم نمسحو، يعني تنظيم وترتيب كيما العاده والعوايد. حبيت نشكركم كامل على الفيديو اللي فات اللي دخلتوا معايا في ارفي، الله يبارك الجروب كان فيه حماس، اسئله، الحمد لله اللي فيكم كاين نسا فيكم، عرفوا المشاريع الصحيحه وعرفوا المشاريع الخاطئه. اللي راني دائما نهضر لكم غير على ارفي باسكو كنت دخلت في مشروع اخر اللي راهو يدور في اليوتيوب ومنجحتش فيه، وفغيمون مشروع فاشل يا البنات، مشروع صح فاشل. الحمد لله ارفيا والله غير صدقوني غير مشروع ناجح، اي وحده فيكم تقدر تنجح. راهي معايا يعني نسا معايا ما عندهم قنوات ما عندهم معارف، قاعدين غير في الدار وقدروا ينجحوا وطلعوا دي زيكسبير، طلعوا دي ليدر، طلعت تحتي وحده ماناجر، الله يبارك عليهم. ننصحكم بالخدمه في ارفيا البنات، والله 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 ما تندموا عليها يعني من قلبي، والله ان شاء الله تحسوا نلحق لكم الاحساس ديالي. اللي راهي قاعده ما عندهاش مدخول، راهي مسكينه حاصله مع وليداتها، ما كاش كيفاش تشري لهم، ما كاش كيفاش يعني حليل دوكا يا حليل الزوالي. الراجل يخدم وحده ما يلحقش، المراه والراجل يخدموا دي فوا ما يلحقوش.
أرضية راهي الحل ليك انتيا، صدقوني صدقوني صدقوني. الجميع وحدة راهي مهتمة، نخلي لكم الرابط على الواتساب، ادخلوا عندي ونفهمكم في الخدمة وبإذن الله تبدأوا وما نخليكمش حتى وين تنجحوا فيها. هنا بمناسبة يناير رحت لبست لتاميم هذيك الجبة تاع القبايل اللي جاتها شوية كبيرة، وتاميم تاني لبست له هذاك القشابية اللي كيف كيف هو تاني جاتو صغيرة، مي معليش المهم درت الفال. هنا تاني كنت شاركت معكم وصفة تاع البغرير في الانستغرام، الله يبارك يعني كاين تفاعل ما شاء الله في الانستغرام، لحقت 1 مليون دو فو، لحقت تاني 100 كف وصفة البغرير، يعني ما شاء الله. اللي مازال ما راهيش معايا في الانستغرام نقول لك واش راكي تستناي، باسكو فريمون راني متفعله فيه وراني نتعب ونخدم عليه، ان شاء الله ربي يقدرني ويوفقني ويوفق جميع وحده راهي تشوف فيا. هاوليك البغرير هنا كيفاش جا، تلقاو الوصفه في الانستغرام كيما كنت قلت لكم، جا فريمون روعه. شوفوا يتقسم وحده معسل، الله الله درت له العسل والزبده، شهيدكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله يكون عام مربوح علينا، ان شاء الله يكون عام تفاؤل، عام خير، عام بركه، العام هذا اللي ان شاء الله نحققوا فيه كامل واش كنا متمنيين وكامل واش ما درناش العام اللي فات، يا ربي امين. هنا يا تاني حبيت نشارك معكم هاد الطابليه تاع الشغل اللي كنت كمانديتها، 170 الف خلصت، يعني 130 تاع الطابليه و 40 الف تاع التوصيل. كنت خدمتها هايليك من عند الصفحه هذه، اللي راهي مهتمه ولا تقدر تتواصل معاها. شوفوا البنات لا اشهار لا والو، وشفتوا خلصت بدراهمي، يعني شحال من حاجه نشريها بدراهمي ونجي نشاركها معكم ومن بعد نلقى في التعاليق اشهار انت تجيك باطل. عبالكم البنات حاجه ما تجي باطل، انا باش يبعثوا لي وباش يعني يلحقوني حاجات ماشي باطل، انا تان راني ندير في الاشهار راهم يجوهم ناس يشرو عليهم، يعني انا تان راني خدامه، الباطل يبطل. شكون دوكا اللي راح يمدلك حاجه بدون مقابل ولا حاجه باطل كيما راكو تقولوا لنا في التعاليق؟ ربي يهدينا هذا مكان، انا الحمد لله راني خدامه كيما قال ربي يوفقني. هاي لي كنت كتبت فيها هاجر كوك وراح ندشنها معكم بوصفه تاع السميد، عفوا تاع الخبز الساندويتش بالسميد والفارينه. حكمت الريسيبيون تاعي تاع البيتران، درت فيه زوج كيسان تاع السميد يكون رطب، خيروا السميد يكون شباب، مع زوج كيسان تاع فارينه، مغرفه كبيره تاع الخميره، زوج مغارف كبار تاع السكر، نص مغرفه صغيره تاع الملح، وحبه تاع البيض، وشويه زعفران للتلوين. نديروا كميه تاع الماء ونعجنوها، شوفوا ندلكوها مليح حوالي 5 دقائق وهي تدلك، باسكو علاش رانا دايرين السميد ماشي فارينه وحدها. بعد ما نتحصلوا على قوام يكون يعني مدلوك، العجينه تاعنا تتجانس تولي طريه، نضيفوا لها 4 مغارف كبار تاع زيت زيتون، اللي ما عندهاش زيت زيتون ولا ما تحبوش تقدر دير 4 مغارف زيت عادي ولا مغرفه كبيره تاع لا مارغارين. نزيدو نخلطو مليح هذوك الزيت يعني حتى وين تدخل في العجينه تاعنا، نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تخمر حوالي 20 دقيقه، سا دي بون يعني سخانه في الكوزينه. بعد ما خمرت لي البنات هنا عاودت وليت ليها، دهنت يدي بشويه تاع زيت زيتون ونحبط لها الخمر، نحيها نحطها في طبسي ونبدا نقسم فيها. انا درتهم خبيزات تاع 100 غرام، تحبوا نتوما ديروا 80، تحبوا ديروا 50، تحبوا ديروا 30، لكم الاختيار. انا حبيتهم شويه كبار باسكو كنت حنديرهم دي ساندويتش للعشاء، يعني بهكا فارسيتهم ميتو. هنايا هايليك وزنتهم، هاد العجينه راح تخرج لكم حوالي 15 حبه كي توزنوهم ب 100 غرام، الله يبارك تخرج اون كونتيتي كبيره. بالنسبه للعجينه تاعنا درتهم دي بول، ومن بعد بسطتهم شويه بيدي باش ما نحبش انا هكاك الخبز يجي معجن، ماشي معجن، هي هذه الوصفه تجي خفيفه بصح ما نحبش تجي فيه اللبابه بزاف. هذه هي هنا بسطتهم كيما شتوني، دهنتهم صفار تاع البيض، ماشي صفار البيض، حبه كامله فوالا، كنت درت لها شويه تاع زعفران باش تمد لي هذاك اللون الصفر الشباب. كاين اللي درت لهم جلجلان من الفوق وكاين اللي درت لهم السانوج، زدت خليتهم يخمروا اون دوزيام فوا. بعد ما خمروا لي درتهم في الفور عفوا تاع سعاده اللي كنت مشعلت له من الفوق ومن تحت حوالي 6 دقائق او ماكسيموم 6 دقائق، كانوا طابوا ما شاء الله. كنت عارفوا الفور كيكون قوي يطيب روعه، وتحصلت على هاد
الخبيزات هادوما لي فريمون جاوا خفاف 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 كنقول لكم ما يتشبعوش. هكا للكوتي تاع وليداتكم، تحبوا تخرجوا بالجمعه والسبت ديروا بيكنيك برا، جاوكم ضياف ديروهم ديميني هكا صالي، فريمون يجوا من اروع ما يكون. شهيدكم في الجنه ان شاء الله. جربوا الوصفه وردوا لي بالخبر. وتاني حاجه تاع السميد اكيد راح تجي خير من الحاجه تاع الفارينه. هاي اللي كيفاش جات من الداخل. دوكا حبيباتي حبيت نعرفكم بواحد القناه، يعني ما شاء الله دينا دي زد فوالا اكتيفيتي، دير لكم يعني بزاف لي زاستوس، حاجات هكا دي زاكتيفيتي توري لكم كيفاش تقروا وليداتكم اون فرونسي، تقدروا ديروها لوليداتكم باش يولوا هما يتبعوها اكيد تهضر اون فرونسي، يعني هكا باش يرفدوا عليها باش يدوا عليها يعني دي زيدي. نخلي لكم القناه تاعها في صندوق الوصف وفي اول تعليق، نتمنى تروحوا تفرحوها يعني بالقناه ديالها. هذه هي، هنايا لحقنا لنهايه على روتين. نتمنى من قلبي تكون عجبتكم وتكون فادتكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتيكم، نتلاقاو ان شاء الله في روتينات جديده وسلام. ابوني اوجم نحبكم. Maman prépare un gâteau. Maman, papa, diabolique gâteau. Et maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous avez